سورة الشعراء آية 217. آية 217 سورة الشعراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على العزيز الرحيم. فتوكل على العزيز الرحيم. يبقى في قراءة بالفاء وقراءة بالواو. وتوكل على العزيز الرحيم. أما المدنيان والشامي يقروها فتوكل على العزيز الرحيم. والتوكل هو الأخذ بالأسباب مع الاعتماد على الله وعدم النظر لها بالقلب. يعني تنظر للأسباب بجوارحك وعينك، لكن قلبك ناظر لله هو الفاعل، وليست الأسباب هي الفاعلة والمؤثرة. هو ده التوكل. التوكل أن تأخذ بالأسباب تعبدا، وأن تعتمد على الله يقينا وإيمانا. فالأسباب لا تفعل، بل إن الله يفعل فيها وبها وبغيرها، لكن تعبدك أن تأخذ بالأسباب. فأنت بتأخذ بالأسباب تعبدا فقط، افتقارا إلى الله. ده معنى التوكل. يبقى التوكل أن تأخذ بالأسباب غير ملتفت بقلبك إليها، ثم ترضى بما قسمه الله لك. قد تأخذ بالأسباب ولا تثمر النتائج، فعليك أن ترضى بقى وتقنع بما قسمه الله. إذا عجزت عن الأسباب فأمامك عبادة أخرى غير التوكل، وهي التفويض. يبقى التفويض عند العجز عن الأسباب. والتوكل عند القدرة على الأسباب. وعند الأخذ بالأسباب تأخذ بالأسباب المتاحة، ولا تطلب الأسباب غير المتاحة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. شوف قال ما استطعتم، يعني تأخذ بالأسباب المتاحة ولا تبحث عن المفقود. أما التفويض عند العجز عن السبب. ربنا أصابك بمرض، عليك تأخذ بالأسباب، تروح للطبيب وتأخذ العلاج، أدي الأسباب، وتعلم أن الشافي هو الله. طيب أصابك بمرض، رحت للطبيب، الطبيب قال لك ملوش علاج، يبقى فقدت الأسباب. يبقى عليك أن تفوض أمرك لله، وتكثر من ذكر الله، وتتصدق، وتصوم، وإيه، وتصبر. عليك تصبر وتتصدق وتدعو الله، مش تيأس عشان الطبيب قال لك مالكش علاج يبقى تيأس. لا، هو العلاج في إيد الطبيب، العلاج في إيد الطبيب، والشفاء في إيد الله. فاهم؟ يبقى ما تروح للطبيب يقول لك مالكش علاج عندي ولا عند الأطباء أصلا، ده مرض ملوش علاج. اوعى تيأس، فوض أمرك إلى الله، وفوضوا أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. لما مسلم قال لفرعون، قبضوا عليه داخل القصر وعرفوا إن هو إيه؟ إن هو مؤمن بسيدنا موسى، ما عندوش أي قدرة للفرار، ولا إنه يجري، ولا إنه يدافع عن نفسه، متلبس بجريمة الإيمان بسيدنا موسى. فاهم؟ في قصر فرعون. هيعمل إيه؟ فقد الأسباب. قال إيه؟ أفوض أمري إلى الله. يبقى التفويض عند إيه؟ العجز عن الأسباب. وعند الأخذ بالأسباب له أداب، تأخذ بالسبب المتاح بقدر الطاقة، ولا تبحث عن السبب المفقود غير الممكن، وألا تلتفت إليه، وألا تعتمد عليه، ثم ترضى بما قسمه الله لك بعد الأخذ بالأسباب. قد يقسم لك النتيجة، وقد لا يقسم لك ثمرة النتيجة. قد تحرس الزرع ولا تحصد ثمرة، تيجي آفة تاكله، خلاص هنعمل ايه؟ صب اصبر. قد تأخذ العلاج ولا يأتي الشفاء، قد تذاكر ولا تنجح، قد تسعى لطلب الرزق ولا يأتيك رزق. كل ده بيحصل، تعمل ايه؟ تسلم أمرك لله بقى، خلاص ترضى بما قسمه الله لك، تكون أغنى الناس. ادي معنى التوكل. وتوكل على العزيز الرحيم، فاعلم انه عزيز، ومن عزته
سبحانه وتعالى ألا يذل المؤمنين به بل يعزهم، ومن رحمته ألا يقسو عليهم بل من رحمته أن يعطيهم ما ينفعهم. فقد ينفعك المنع وقد ينفعك العطاء، فإن منعك فاعلم أنه اختار لك الرحمة، فقد يعطيك ما يطغيك، فإذا منعك ما يطغيك يبقى عطاك. وعشان كده لا يبلغ الإنسان حقيقة الإيمان إلا ويرى المنع في عين العطاء والعطاء في عين المنع. يلا يا سيدي. يبقى ده صفة بقى لإيه؟ للعزيز الرحيم. الذي يراك حين تقوم، يعني يراك في أحوالك كلها، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. انت هتذكره هتقول له انا جعان، هو عارف انك جعان قبل ما تجوع. هتقول له انا عيان، هو عارف انك عيان قبل ما تعيان. فهمت؟ ده بل اللفظ اللي انت بتقوله ده هو الذي برز منه اليك، هو اللي اقدرك على ان تقوله اصلا وتشتكي به، وبالتالي هو يراك حين تقوم سبحانه وتعالى. تقوم بين الناس او تقوم بين يديه، او تقوم ايه في البلاء، او تقوم في النعمة، حيثما اقامك يراك حين تقوم. اقام العباد ايه فيما اراد من قسمة. فضل يا سيدي. وتقلبك في الساجدين، يبقى ايه؟ لانه قال له انذر عشيرتك الاقربين، يبقى حيواجه ايه شدة، وحيواجه عداوة، وحيواجه حروب، وحيريدوا انهم يقتلوه. يبقى لازم بقى تتوكل على، خد بالاسباب بقدر طاقتك، وربنا مطلع عليك كويس. ومش كده وبس، ويراك ايضا وانت تتقلب في وسط الساجدين اي المصلين كمان. وفي بعض الروايات قالوا تقلبك في الساجدين اي انتقالك في اصلاب الساجدين وارحام الساجدات من لدن ادم حتى وضعتك امك في قول هذا، او انه فيه تقلبك في الساجدين اي صلاتك وسط المصلين وهو يراك في أحوالك كلها. فضل يا سيدي. إنه هو السميع العليم سبحانه وتعالى، يسمع ويعلم كل شيء، يسمع كل شيء ويعلم كل شيء. مش سميع بس يسمع المسموع، ده يسمع المبصر ويسمع المسموع ويسمع غير المسموع. فهمت ازاي؟ سميع فعيل، ده صيغة مبالغة تدلك على أنه سميع من جميع الجهات سبحانه وتعالى. والعليم أيضا، يعني هو عليم حتى قبل أن يسمع ما يسمع، فهو عليم بما يسمع قبل أن يسمع سبحانه وتعالى. حاجة يا أخي تحير، قدرة الله دي وعظمته وحيطته حاجة تصل لحالة من الحيرة التي تجعلك تستسلم له وتنقاد له. تفضل يا سيدي. هل ننبئكم على من تنزل الشياطين؟ هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ البز بيعمل ايه؟ البز ابن كثير، عن ابن كثير المكي يقول على من تنزل الشياطين، بيشددها، يشدد التاء في الوصل بس، وفي الثانية تنزلوا على كل شيطان، على كل أفاك أثيم، بس بيبان التشديد عند الوصل، ما يبانش التشديد عند إيه؟ عند الإيه؟ الابتداء. يبقى الشياطين الخواطر الشيطانية تأتي، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. الشياطين دي تدخل بقى في مجاري دم الإنسان وتخطر له بين نفسه، لدرجة يبقى الكلام جاي له من جواه وهو أصلا شيطان مش من نفسه، ده يكلمه من جوا نفسه، فدي خطورة شتينة. وبالتالي لا تنزل الشياطين على مين؟ على الكذاب اللي يكثر كذبه ويكثر خداعه ويكثر بعده عن الله وغفلته عن ذكر الله. هم دول بقى الشياطين تتكلم على ألسنتهم وتسير في ايه؟ في عروقهم، وتحركهم وتدفعهم وتسوقهم، هم دول.
يعني معناه لما تعرف الحكاية دي معناه شوف بقى بتنزل على مين، واوعى تبقى زيهم. كأنه بيقول لك الصفات اللي تتجنبها حتى لا تسيطر عليك الشياطين. تفضل يا سيدي. تنزل على كل أفاك أثيم. مين الأفاك؟ الكذاب والأثيم اللي يفعل المعاصي. يبقى ايه؟ فعل المعاصي والكذب ييسر للشياطين السيطرة على ابن آدم، وإذا سيطر الشيطان على ابن آدم ساقه إلى جهنم. فهمت؟ يبقى لابد الإنسان يكون صادق القول، واخد بالك إزاي؟ طائع بجوارحه، لأن الإفك يكون بالقول والإثم يكون بالفعل، فلابد أن تكون طاهر القول طاهر الفعل. إذا تطهرت الشيطان ما يمشيش في أرض طهرة، يمشي في أرض إيه؟ وأنت من الأرض. طول ما أنت جسمك طاهر الشيطان ما يعرفش يقعد معاك، لكن لو جسمك نجس الشيطان يحب النجاسات. الشيطان تدخل الخلاء لأنه في نجاسات وقذورات، لا الشيطان لابد هناك، ده بيته. لكن لما تروح أوضة كده أنت منظفها ومحاطط بيها بخور وآخر جمال، تبقى فيها مين؟ فيها ملايكة. الملايكة تقعد في الرائحة الإيه؟ الطيبة، وتقعد في الأماكن الطاهرة، والشياطين تقعد في الروائح الخبيثة وفي إيه؟ وفي الأماكن النجسة. أنت جسمك لو نبت من حرام بقى نجس، لو كلت حرام بقى جسمك نجس، بقى سهل إن الشيطان يرتع فيه. لما يبقى قولك كذب يبقى قولك نجس، وفمك متنجس بالكذب، الشيطان يتكلم على لسانك. أما تبقى جوارحك منشغلة بالمعاصي بقت جوارح متنجسة قذرة، يبقى الشيطان يسيطر على هذا الإنسان النجس. إنما المشركون نجس، نجسة معنوية. فهمت؟ يبقى معناه لابد أن تكون طاهرا، لا تطعم إلا حلالا، ولا تقول إلا صدقا، ولا تعمل إلا طاعة، ساعتها تبقى طاهر مطهر. ساعتها الملائكة بقى هي اللي تتكلم على لسانك، يجي لك الخواطر الملكية، يجي لك الإلهام الرباني، ويبقى عندك فراسة تتكلم بالله وتسمع بالله وتبصر بالله لأنك بقيت طاهر. فهمت؟ يبقى هنا يقول تنزل على كل أفاك أثيم، فتتجنب الكذب حتى ولو في المزاح، حتى ولو في المزاح، حتى لو في كلامك العادي ده مع الناس، اوعى تقول خلاف ما تعتقد او خلاف الواقع، تقول اصل بهزر. تهزر ايه؟ لان الكذب المشكله انك لو ابتديته بهزار هيصبح سجيه وعاده، بعد كده هتلاقي نفسك بتكذب في الحق. فاوعى حتى الهزار انك انت تهزر بالكذب. وبعدين عليك أن تتجنب الإثم حتى لا تكون أثيم. إيه هو الإثم؟ كل معصية، كل ما يبعدك عن الله اسمه إثم. يلا يا سيدي. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. يقعدوا بقى يتلقوا السمع من السماء علشان يعني يعرفوا بعض أخبار السماء كده قبل أن تصل للأرض، وبعدين بعد كده يضيف عليها كذبات كثيرة، حتى لو تلقى خبر من اخبار السماء يضيف عليها 100 خبر تاني، فيقوم يقوم يقول كلام فيه صدق وفيه كذب على لسان الكهان وعلى لسان وعلى لسان السحرة اللي هم اصلا الشياطين بتتكلم على ألسنتهم. يلقون السمع واكثرهم كاذبون، يعني حتى اللي يسمعوا لما يجي يبلغه يكذب فيه. فاهم؟ يلا يا سيدي. والشعراء يتبعهم الغاوون. والشعراء يتبعهم الغاوون، قراءة نافع. والشعراء يتبعهم الغاوون. وما هي الغواية؟ الغواية هو البعد عن الله، كل ما يبعدك عن الله ويشغلك عن الله ويشوشك عن ذكر الله وطاعته اسمها غواية. واللي يمشي في هذه الطريق يسموه غاوي، واخد بالك؟ والشعراء يتبعون.
يتبعهم يتبعهم الغاوون. يبقى ما تقعدش طول عمرك تسمع في اغاني وتسمع في اشعار وتسمع مش عارف ايه وتقعد في الكازينوات ولازم تحضر كل مسرحيه تظهر ولازم تدخل كل فيلم يظهر ولازم طول النهار تقعد تقلب على اليوتيوب والفيسبوك وتخش على المقاطع تسمع الكلام الفارغ وتضيع وقتك. ده كل ده بقى ايه يخلي نفسك ضيعت من عمرك. عارف انت لو ضيعت ساعه كل يوم بس ساعه كل يوم هتلاقي نفسك في 24 يوم ضيعت يوم كامل. صح ولا لا؟ في سنة ضيعت 365 ساعة، تصور انت 365 ساعة دي ذكرت ربك فيها. كان يبقى حاصدها ايه؟ ما تستهونش بالساعة. الساعة دي انت الساعة دي ممكن تقرأ فيها جزء قرآن. ده لو كنت بطيء في القراءة. أنا جزء قرآن بياخد معايا تلت ساعة. يعني شوف الساعة دي أنا أقرأ فيها تلات أجزاء قرآن. لأن بقرأ بسرعة عارف حافظه. انت علشان لسه بتتعلم ياخد منك ساعه بس جزء قران. شوف جزء قران فيه كم حرف وفيه كم معنى جديد وفيه كم نور دخل في قلبك. ضيعته انت كله ده على الواتساب وعلى مش عارف ايه الشاتنج وعلى الفيسبوك اللي هي المصطبه الالكترونيه. احنا كنا زمان نقول الناس دول قاعدين على المصطبه مضيعين عمرهم على المصاطب، دلوقتي مضيعين عمرهم على المصطبه الالكترونيه اللي هي الفيسبوك. المصطبه دي كان يبقى عباره عن ايه؟ عبارة عن مجلس كده على ايه مداخل البيوت، الناس تقعد عليه بالليل بالتلات اربع ساعات يذكروا اخبار بعض. ما شفتش فلان رايحين وفلان عمل ايه والنهارده ايه وكنت ماشي وشفت كذا والحاجات والاسعار غليت يقعدوا طول الليل يتكلموا كده ويشربوا في شيشة وجوزة ويأزأزوا لب ويمصوا قصب لحد ما يبقى 12 بالليل يخشوا يناموا ويضيع عليهم الفجر وضاع عليهم العشاء وضاع عليهم. ادي كان زمان المصطبه كده، فاهم؟ الوقت المصطبه حل محلها ايه؟ الفيسبوك. فهمت ازاي؟ قال الناس بدل ما بينزل بقى يقعد على المصطبه بيقعد على الموبايل ويقعد يكتب وكل الناس تسمع كلامه اللي بيقوله سواء كذب او غراء او ده. ضيعنا وقتنا في كلام فارغ. فحرام عليك عمرك، حرام عليك عمرك. والشعراء يتبعهم الغاوون فإياك أن تسير في طرق الغواية. يلا يا سيدي. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. ألم تر أن هؤلاء الشعراء يتكلمون في كل مجالات الكلام سواء كانت مدح أو سواء كانت ذم أو سواء كانت هجاء أو سواء كانت إغراء أو سواء كانت قبيحة أو سواء كانت مليحة، يتكلموا في كل المواضيع ويتكلموا في كل المواضيع وهم إيه؟ وهم مش مشغولين بحاجة معينة، مخ مشوش. ألم ترى أنهم في كل واد من أودية إيه؟ النفوس بقى، واخد بالك؟ وأودية مجالات الكلام المختلفة. يهيمون، يهيمون يعني إيه؟ يعني يسيرون بلا هداية، هائم على وجه يعني إيه؟ سائر بلا هداية، يمشي بلا هداية، يقول لك هائم على وجهه. يبقى يهيمون يعني يتوهون. يلا يا سيدي. وأنهم يقولون ما لا يفعلون. وكل الكلام اللي بيقولوه يبين نفسه أنه أشجع الشجعان في بيت شعر وهو بيخاف من الفار. واخد بالك؟ يقولون ما لا يفعلون. فهما ايه يعني يبين لك ان هو يعني ما شاء الله في غاية الكرم، هو ابخل من البخل او كلامه خلاص. المصريين يقول لك ايه طق حنك طق حنك يتكلم. وكانوا زمان يقول لك ايه ده الجدع ده كل حركته امريكاني، يعني ايه في شنك يعني، لان الامريكاني يحب الشو الاعلامي بس. لو في الاخر تدور هل وراء هذا المظهر حقيقة لا تجد حقيقة. فهمت ازاي؟ تجد باطل. وعلشان كده ايه يقولون ما لا يفعلون. ده غالب الشعراء كده على فكره. استثنى منهم بقى مين؟ مدحي النبي والناس اللي بيقولوا شعر فيه ايه قرب الى الله ومعاني عظيمه فاستثنى. الا الذين، يبقى مش كل الشعراء بقى، مش كل مجالات الشعر قبيحه. عشان كده النبي قال ايه؟ الشعر حسنه حسن وقبيحه ايه؟ قبيح. صلى الله عليه وسلم. اتفضل يا سيدي.
مين على الدور؟ اصحى يا نايم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يبقى يستثنى من الشعراء الغاوين المؤمنين الذين يسارعون في الخيرات، والذين يذكرون الله كثيرا، والذين لا يهجون أحد إلا إذا هجوهم، ولا يشتمون أحد بالشعر إلا إذا شتموهم. عشان كده إيه؟ وانتصروا من بعد ما ظلموا، يعني هو لا يبدأ أحد بهجائه ولا يبدأ أحد بذمه، ولكن إذا ذم يرد. علشان كده سيدنا حسان بن ثابت كان يستنى يسمع ذم النبي جاي له من قريش يروح مديهم قصيده يرد على طول، لكن هو ما كانش يبداهم بالذم. فهمت؟ علشان كده ايه؟ وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا، اللي هم الكفار والغاوين واتباع الشياطين والافاك الاثيم، كل دول اللي هم ايه؟ ظلموا. اي منقلب ينقلبون، يعني ما يقول اليهم يوم القيامة وفي دنياهم، فلا ينتفعون في دنياهم ولا ينتفعون في أخراهم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أفضل صلاة على أسعاد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وفي العهد الغافلون.